متابعي قناة شاهد، فيديو وزارة الخارجية الكويتية تتحرك للقبض على السعودي من مشاهير السوشيال ميديا مطلق سلطان الذي نشر الفيديو المسيء للكويتيين. تابعوا معنا تفاصيل الفيديو ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. تداول نشطاء كويتيون مقطعا مصورا على نطاق واسع ظهر فيه السعودي مطلق سلطان عبر حسابه في سناب شات يتحدث بطريقة استفزازية عن الكويت، زاعما انها مملة وتدفع ابنائها للخروج منها في كل اجازة الى دول اخرى بحثا عن المتعة. واجي الكويت واحط اصبعيني دي بعينك انت وياه عشان انتم ميتين تبون التسكوات، نص مشاهيركم الكويتيين جايين سحب البلاش عشان يحضرون الحاجات دي البلاش، بس هم جايبين بفلوس، ما حنا محتاجين دعايات، مشاهير السعودية يغطون عليكم. عندنا الإجازة نص الكويت سافروا برا، راحوا لندن ولا راحوا مصر ولا راحوا بيروت، ما لكم حتى بيوت، حتى انتم مو قادرين تحطونكم مزارع في الكويت، حاطين مزارع في لبنان وفي سوريا وفي مصر، لانكم عارفين دولتكم مملة. والدعارة والله اذا انتم تعرفون حاجة عن الدعارة تتكلموا عنها، ليش ساكتين؟ دعارة ودعارة، والله احنا ما عندنا شيء زي السلمية، عرفت؟ ولا حوالي ما عندنا الاشياء هذه، الحمد لله. عبد الله السالم، عبد الله السالم، يا ريت ما هي العيدان تتابعك، اما هي العيدان جلدنا وعطى في بلوك. واستنكر المقطع الذي تم تداوله في الشارع الكويتشي وعلى منصات التواصل الاجتماعي وطلبوا بمحاسبة الشاب قانونيا لإساءته إلى بلدهم، وأطلقوا وسم الراقصة يتهجم على الكويت نظرا لنشر مقاطع سابقة يظهر فيها راقصا. ودعت وزارة الخارجية الكويتية سفارتها في السعودية لمتابعة أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة لإساءته للدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن أحد الدبلوماسيين أن وزارة الخارجية تواصلت مع السفارة لمتابعة إساءة شاب سعودي إلى الكويت تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بسبب هذه الإساءة. وبعد أن تم مهاجمة هذا الشاب فقد قام مطلق سلطان عقب التحرك الكويتي الرسمي ضده عبر حسابه في تويتر، وقال إن كل المعلومات غير صحيحة وكل الفيديوهات مقصوصة. ومن المنتظر أن يتم القبض على هذا الشاب في السعودية وإجراء تحقيقات معه بخصوص الفيديوهات التي تم انتشارها. مطلق السلطان من الشخصيات الفنية المشهورة على السوشيال ميديا، وهو يدرس الهندسة الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقوم بدبلجة وإخراج مقاطع الفيديو والقيام بأدوار مختلفة وشخصيات كوميدية أيضا، واستطاع أن يقلدها باحتراف وأصبح ذو شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد المتابعين له على السناب شات وتويتر إلى أكثر من 800 ألف متابع. مطلق السلطان قال ان جنسيته سعودية لكن اشتهر على السوشيال ميديا بانه مصري من شبرا نظرا لانه قام بتقليد الادوار الكوميدية المصرية وامتاز فيها وتميز. والان الكويتيين يطلقون عليه اسم الرقاصة نظرا لما قاله في حق الكويتيين. فلن يخطر ببال أحد ولو للحظة إنه سعودي الأصلي، لأنه كان يتقمص الشخصيات المصرية ببراعة خلال ثواني معدودة في فيديوهاته اللي بيقدمها لجمهوره على حسابه في الفيسبوك.
والان بعد انتشار له هذا الفيديو الغير لائق هاشتاج الرقاصة يتهجم على الكويت، يتصدر الترند الاول على تويتر بعد تداول فيديو لسعودي يسيء الى الكويت.